السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذا الدرس راح أعرف الدوال اللي هي راح ترجع لي قيمة. هنا لو عندي متغيرين انتجر x بواي وأريد أرسلهم الدالة ترجع لي قيمة، فأول شيء راح أعرف الدالة إنه نوع القيمة اللي راح ترجع ليها شنو. هنا أنا أريد حاصل ضربهم، فراح ترجع لي قيمة من نوع كسر أو عدد كسري أو عدد عشري، فراح أعرفها الدبل حسب النوع اللي راح ترجع ليها الدالة. اسمها ليكن تيست بهذا الشكل، وتستلم بارامترات اثنين انتجر x انتجر y. هذا الدالة افتح قوسة واسدة شو تسوي لي، راح تستلم البارامتر x و y وتجمعهم، عفوا راح تضربهم مثل ما قلنا. هنا نسوي سين للx و y x و y، وراح ارسلهم للدالة تيست. تيست ارسلها الx فارزة الواي. هنا التيست ما راح ارسلها بهاي الشكل، هاي الشكل هو فقط ارسال الى دالة من نوع void، فانا راح ارسلها اكس والواي واريد استلم منها ناتج. فاما استلم متغير بهذا الشكل متغير اكس راح استلم به الناتج، او انه فورا بدون ما استلم متغير اكس اقول له سي اوت اطبع لي الناتج اللي راح يجيني من هاي الدالة. انا ارسلت لها الدالة اكس والواي، الناتج اللي راح يرجع لي اريدك تطبع لي اياه. هنا راح يرجع ناتج لان انا معرفه بدبل ما معرفه بفويد، فراح اقول له انه سوي لي ريتيرن الاكس في الواي. هنا راح يرجع لي حاصل ضرب، مجرد ما انه الداله كتبتها تحت الداله الرئيسيه اللي هي مين، فلازم اسوي لها استدعي البروتوتايب مالتها اللي هو نوعها واسمها وعدد البارامترات، فاقول له دبل تيست انتجر فارزه انتجر. هنا بنهايه كل سطر فارزه ما قوطع. لو اجي اريد انفذ راح ينطيني حاصل ضربهم. اوكي الخمسه في خمسه 25 حاصل ضربهم اللي هي 25. اقدر ايضا طريقه ارجاع القيمة اسوي لها بهذا الشكل زد يساوي x في y، والزد انه لازم اعرفه انه متغير احنا نكتبه لازم نعطي نوعه راح يكون دبل z. وهنا اسوي ريتيرن للزد، لو اجي انفذ انه راح الاحظ نفس الناتج 5 × 5 = 25، نفس الناتج اللي هو رجع لي هنا راح يطبع لي هذا الناتج اللي هو راجع من الدالة تيست اللي هي x في y. هذه هي انواع الدوال وشلون اقدر ارجع منها قيمة واستدعي البروتوتايب. اذا هسه راح اخذ الدالة من نوع كار، لو اريد ارجع حرف فلازم يكون نوعها كار. هنا أنا راح اسوي اف كمثال، اف اذا كان الناتج يعني الزد اكبر من الصفر نفذ لي ريتيرن رجع لي الحرف بي بهذا الشكل يعني بوزيتيف، يعني الناتج هو موجب. else الناتج قل لي هو سالب يعني نيجاتيف، else رجع لي الحرف n return n. هنا ما راح نقدر نرجع كلمة كاملة، اذا كلمة كاملة اريد استرجعها واطبح فراح اسوي لها سي اوت هنا فورا واستخدم الفويد، بس اذا اريد ارجع ناتج فاسوي حرف واحد الناتج راح يكون اللي اريد ارجعه، اما اذا كانت كلمة فما يصير الا اسوي لها سي اوت. هنا التيست صار بيخضر، ليش؟ لانه هنا استلمت اكس وواي و هنا راح يستلم. لو اجي اشوف شنو نوع الخطأ، استلمت اكس وواي ضربتهم خليتهم بشرط اف. لو اجي اسوي بولد build solution
ها اوكي، هنا الخطأ انه قلنا من نسوي بروتوتايب لازم نعطيها نوع واسم الدالة، فاني نوعها كار وهنا نوعها دبل، فلازم اسوي نوعها كار اسمها تيست نفس الاسم مطابق، وهنا فقط عدد اسم البارامتر تاخذه النوع البيان البارامتر، اما من ارسلها انه فقط اسمه بدون نوع. هيش هسه لو اجي انفذ راح اقول له 3 في 6 الناتج 18، اذا هو موجب لازم يقول لي بي بوزيتيف. لاحظ ان الناتج بي. لو اجي اضرب ناتج سالب مثلا سالب 3 بسالب 4 فراح يكون الناتج نيجاتيف. لو اجي انفذ هنا بي لين سالب في سالب موجب. لو انطي عدد موجب وعدد سالب مثلا 5 في سالب 10 فراح يكون موجب في سالب سالب، فراح يكون ناتج هنا نيجاتيف. لو اجي اشوف نفذ لي الان. هذا هو كل ما في الدوال، اتمنى استفاديته. شكرا لمتابعتكم، في امان الله.